احكي لكم عن تجربتي بالحرب. انا طالب كليه مرحله اولى، تعرفت على بنيه حلوه، شابه اخلاقها حلوه، انجبت بيها، بدينا علاقه حب مده سنتين انا وياها، من بعد ذلك تزوجنا، قررت يعني افتح بيت، اسره، اعيش حياتي انا وزوجتي، انسعد. مرور الزمن اتضح بان مو جديره فتح بيت، ما تقوم بواجباتها بصوره صحيحه، ملتهيه بنفسها اكثر من بيتها وزوجها. وصلت لمرحله بان انا مليت، يعني قلت لازم اوصل للحل. يعني حاولت بكل الطرق اتفاهم وياها، افهمها، ما فاد. يعني وصلنا لمرحلة انفصلنا. بعد ذلك أنا يعني تخرجت من الكلية، لقيت لي مكان أشتغل به. يوم من الأيام خابرتني والدتي يعني، وعرضت علي بأن أكو بنية بالطرف يمنا يعني، وقالت نشوف ليك إياها، نقدر نزوجك على مدة أنت ما يصير تظل هيجي. قلت لها والله بكيفك يما، يعني ممكن يعني نشوف البنية والله كريم. بعد ذلك خطبنا البنية، تزوجتها. اتضح بأن البنية غيرت حياتي جذريا. دارت بالها على بيتها، البنية يعني كلش أخلاقها طيبة. بالحقيقة من بعد ما فاتحوني بالموضوع وأنا كنت كلش متخوف من عنده، وما كنت ناوي أمر بنفس التجربة الأولى، يعني كنت خايف كلش. بس من بعد ذلك يعني اتضح بأن هاي البنية غيرت حياتي جذريا، يعني خلتني أكون إنسان ثاني، وصلتني لمرحلة بأن أحس روحي يعني إنسان غير، شجعتني بأن أكون نفسي، أكون لبيت، أسرة. الله يوفقك.